صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإشكالات التي أشكلها عمر رضي الله تعالى عنه تعارض قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم؟ الله أكمل لنا ديننا ما في شك، لكن كل الناس يفهمون ما بينه الله، ما أحد يحيط بهذا. هذا عمر على جلالته أشكلت عليه هذه الأمور، هذا دليل على أن الإنسان لا يحيط بالعلم كله. الله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. الهدهد ماذا قال لسليمان؟ قال: أحط بما لم تحط به. نعم.